موقع أنا السلفي. الحديث امتد إلى قصة آدم وحواء في التوراة، وزعموا أن الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عن الأكل منها كانت شجرة الإيه؟ المعرفة، شجرة البصيرة والمعرفة. فولياذ بالله، يعني معنى الكلام بتاعه من ربنا كان خايف آدم يأكل من الشجرة فيصبح عنده إيه؟ معرفة، لذلك حرمها عليه. لكن مين اللي غلب في الآخر؟ آدم أكل من الشجرة وأصبح عنده معرفة. فيصور لك علاقة بين الدين والعلم من علاقة عداوة، علاقة عداوة، في خصام دايما. ولذلك حتى النفس العام الموجود في بعض الإعلاميين أو المفكرين، يجي يتكلم كده باستعلاء قوي على الدين، يتكلم من فوق خالص، بيتكلم على أن المتدينين دول ناس متخلفين يعني، وناس جهلة ويعني، وبيكلموا باستعلاء يعني. حتى دي واحدة مثلا في غاية التبرج وتتكلم عن مثلا حكم شرعي، يعني مش حتى بتقول رأي ورأي آخر، ده هي كلامها لازم يعني مصدق، تتكلم في أحكام شرعية وهي أصلا في غاية التبرج، تفتي، تتكلم باللغة العربية الفصحى. الروح الإغريقية مع الششف فيهم، جات النصرانية كمان رسخت مسألة فكرة العداوة بين الدين والعلم، جات السلوكيات الكنسية في القرون الوسطى ورسخت أكثر، لأن طبعا كانوا يحاربون العلم بطريقة جنونية، لو واحد اكتشف نظرية علمية حديثة يحرق بالنار. حتى الجغرافيا كانوا مسمينها الجغرافيا المسيحية، حيث لما واحد يجي النظرية كوبرنيكوس ولا غيره يجي يتكلم على أي حاجة دوران الأرض مش عارف تكوين الأفلاك تخالف ما في معاليه الجغرافيا المسيحية يحرق بالنار ويعدم، وده شيء كثير معروف في التاريخ الغربي يعني. فهو في مترسخ في شعورهم أو لا شعور الجمعي فكرة أن الدين دايما يعارض الإيه؟ العلم. أكبر ظلم وقع في تاريخ البشرية في هذه القضية هو فرض هذا المفهوم على الإسلام، فالإسلام إطلاقا لم يعرف حرب على العلم إطلاقا، الإسلام يحارب الخرافة، يحارب الجهل. أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ وقل رب زدني علما، فيعني ما عندناش خوف من العلم. لماذا؟ لأن العلم هو أقوى مؤيد للإسلام بالذات في هذا العصر الذي هو عصر العلم، أقوى ما يؤيد الإسلام هو العلم، والعلم منحاز 100% مش محايد. يطبق العلم سياسة عدم الانحياز، لا، العلم منحاز تماما للإسلام بخلاف غيره من الأديان، وهذه حقيقة نرجو أن تأتي فرصة ونفصل فيها أكثر من هذا.